حضراتكم متحملين المسؤولية كاملة. وخليني أقول لكم إيه اللي حصل في الاجتماع. أتمنى إن السادة المشاهدين ما يضحكوش على اللي أنا هقوله، لأنه ده حصل. اللي حصل في الاجتماع النهاردة بومبة ولا حاجة. نصف الأعضاء ما جوش. مجلس الإدارة ده اللي هيواصل إدارة شؤون المنتخبات الوطنية لحد نص 2024. عموما احنا بنعيش مأساة كروية كبيرة جدا جدا جدا. والله بجد. والله بيقولوا لي والله نص الأعضاء ما جوش، أو مش نصهم يعني، ثلاثة ما جوش تقريبا أو أربعة. ولم يحدث شيء في الاجتماع. عايزين بقى ونعمل ونخلي ونسوي. هوا. أي كلام. وفي الآخر قال لك ممتد حتى الثلاثاء القادم. هيعمل إيه لغاية يوم الثلاثاء؟ أما نشوف إيه اللي هيحصل في هذا الأمر. ولكن هذا الفشل يحسب على هذا الاتحاد. فشل في 2006، فشل في 2003، ما أعرفش هيحصل إيه مع المنتخب الأولمبي خلال الفترة القادمة. ولكن رئيس الاتحاد كرة القدم زي ما حضراتكم شايفين كده يعني ماشي. عموما خلينا ننتظر ونشوف ايه اللي هيحصل يوم الثلاثاء. احنا موجودين وكل يوم هنتكلم وكل يوم هنقول. عموما خلونا نطلع نشوف تقرير عن خطايا اتحاد كرة القدم، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل هستقبل النجم الكبير كابتن محمد حشيش اللي هيكون في ضيافتنا في الجزء الاول من هذه الحلقة. لم تشهد كرة القدم المصرية سقوطا للمنتخبات الوطنية وأخطاء إدارية جسيمة مثل ما حدث في سنة واحدة تولى فيها مجلس إدارة يرأسه الأستاذ جمال علام ومجموعته، فكان الخروج تلو الخروج من البطولات وغبت الإنجازات، وأصبحت سمعة كرة القدم المصرية على المحك رغم تاريخها الممتد طوال أكثر من 100 عام. ومنذ تولى هذا المجلس خسر منتخب مصر الأول نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال، ثم تحطم حلم الصعود لنهائيات كأس العالم أمام المنتخب ذاته أيضا. وبدلا من البناء على ما قدمه الفراعنة مع البرتغالي كارلوس كيروش، أقله اتحاد الكرة وعين إيهاب جلال الذي رحل بعد 3 مباريات فقط في أسرع إقالة لمدرب في تاريخ منتخب مصر. وتواصلت العقدة السنغالية لمجلس علام بخسارة نهائي كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية لصالح المنتخب السنغالي، وتواصلت عملية السقوط الحر للكرة المصرية بخسارة منتخب الشباب برباعية نظيفة ووداعه لأمم إفريقيا تحت 20 سنة المقامة في مصر على يد السنغال، ومن قبلها فشل منتخب الناشئين. ولم يتوقف السقوط عند نتائج المنتخبات، وإنما فشل اتحاد الكرة في حماية الخبير التحكيمي الإنجليزي مارك كلاتنبرغ، ولا تزال اللجنة بلا رئيس حتى الآن. وكان الخطأ الذي لا يغتفر بإخفاء خطاب تنظيم واستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا وحرمان الأهلي من تكافؤ الفرص في 2022 كان أبرز الخطايا الإدارية للجبلاية.